يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل بيع الملامسة والمنابذة صورته تكون للأعمى فقط أم يدخل فيه المبصر أيضا؟ هذا من البيوع المنهي عنها، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة والملامسة وعن بيع الحصات. والملامسة أن يقول أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، فهذا مجهول ما يدري ايش اللي يلمس، هذا بيع مجهول. وبيع المنابذة أن يقول أي ثوب طرحته عليك ونبذته إليك فهو عليك بكذا، أنا بدخل وباخذ اللي وافدا وبنبذه عليك، أي ثوب نبذته عليك فهو بكذا، هذا لا يجوز. أما بيع الحصات فهو ما ذكرنا، يقول خذها الحصات واحذفها، فعلى أي شيء تقع فهو عليك بكذا، أو أي مكان تقع فيه من الأرض بعته عليك بكذا وكذا، هذا لا يجوز لأنه مجهول. نعم.